أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن أحد طلاب العلم قال إن حديث حاطب رضي الله عنه خاص بحاطب ولا فرق بين الموالاة والتولي، فهل قوله صحيح؟ ما فهمت السؤال أنا أصلا. هذا سؤال ما له مفهوم. قصة حاطب واضحة، وهو أخطأ عن اجتهاد وعذره الله ورسوله، وهو من أهل الإيمان وصحابي جليل، ولكنه اجتهد وأخطأ وعذره الله ورسوله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.